قاهر الشياطين. زي ما قلت لكم مزمور 33 كله بركة، كله بركة. أنا مش بقول لك الستين التسعين والواحد وستين، لا أنا بقول لك التلاتة وتلاتين ده مزمور كله بركة، مزمور كله نقاوة، كله قداسة. بيبص، أنا عاوز أقول لك حاجة، بيعيشك على الأرض في السماء، ويعيشك في السماء كأنك حبايبك وإخواتك كلهم إيه معاك في السماء اللي هم على الأرض. ربنا يبارك فيكم ويحافظ عليكم، ويا رب كل الناس اللي عندها أعمال في البيت وعندها أسحار ربنا يتمجد معاها ويفكها من الأسحار والأعمال والربطات. فعلا عشان أكفل بالسؤال، إن في أعمال بتوقف الحمل، في أعمال بتوقف الحمل، ده حقيقي مش كذب، وموجودة الحاجات دي. يعني ليها حلقة إن شاء الله نتكلم إزاي نتخلص منها، وإزاي نبعد عنها، وإزاي ننقي نفسنا من الحاجات دي. زي ما قلت لكم، الزيت، المية، الصليب الخشب، التناول، الاعتراف، الصلاة، حضور القداسات، وآخر حاجة أختم لكم بيها الشمعة في البيت. الشمعة دي بتقاوم الشياطين جداً. وحد كان قال لي الزرار ده انت بتسيبه مفتوح، انا عشان عندي بس بتخنق، فانا سامحوني يعني، بيقول لي حشامه ان الصلاه وبقفل الزرار، فانا بقول له حللني عشان خاطر انا صدري تعبني. ربنا يبارك فيكم، والشياطين ابتدت تشتغل اهو. نطلع بقى زي ما قال القديس العظيم بشنونة المقاري، أنا مش بشبه يعني، بنشبه الحساب معاهم بعدين، دول كل واحد والحساب معاه. ويعني يا رب استحقنا كل الشكر. يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، يا أبانا كنت تكون نتقابل في حركة أخرى من برنامجنا من مصر الأول. مبروك للمعمودية اللي كانت الأسبوع اللي فات والأسبوع ده، للناس اللي عمدوا وربنا عمل معهم معجزات، وربنا يتحنن على الكل ويراضي الكل. باي باي.